جائحة كوفيد 19 باتت أحد العوامل الأساسية في زيادة الوزن لدى الكثير، خصوصا في الأشهر الأولى من ظهورها. فعلا لاحظنا هناك أيضا ناس تشتكي من هذا الموضوع. صحيح مها، يعني في استطلاع ميداني يعني أجريناه مع عينة من أطياف المجتمع عبروا عن هذا الواقع اللي أفرضتها الجائحة، وبات همهم جميعا التخلص من الوزن الزائد. ثقلها على تفاصيل حياتنا اليومية، فكانت أبرز تداعياتها الكسل والبدانة بسبب قلة الحركة والانشغال بالأكل معظم الوقت. كثيرون باتوا يشكون من أوزانهم الزائدة التي باتت تشكل عبئا عليهم. أكل وما في حركة وقعدة وما في طلعة، هذا شيء طبيعي راح يزيد الأوزان. فالمفروض يكون يعني في فقرة رياضية في اليوم لمدة نص ساعة ساعة على جميع الأسرة، سواء الأم والأب والأولاد، عشان يخففون ويتحركون شوي، يعني يصير في حركة في البيت. يعني هو من أول شيء حالة نفسية، فكنا نتجه بس صوب الأكل والنوم والقعدة بس، ما في كل شيء مسكر، لا نادي ولا حركة ولا ممشى ولا أي شيء، فالكل زاد. كلنا محجوزين في البيت، فما في أي حد يقدر يسوي شيء غير إنه يأكل ويشوف تلفزيون وأفلام وشذي، فأكيد هذا الشيء راح يأثر على صحتنا، لأنه مو أي واحد يقدر يقوم يأكل، خلاص مطاعم وشذي فنأكل ونقعد مع بعض وشذي بما إنه قاعد في البيت، فهذا أثر أكثرهم، زادت أوزانهم. أمام هذا الواقع الصعب الذي ازدادت معه أوزان الكثيرين ما يفوق 12 كيلوغراما، باتوا أمام خيارين: إما اتباع نظام صحي طويل الأمد لخسارة الوزن الزائد، وإما اللجوء إلى العمليات الجراحية بمختلف أنواعها. العمليات مو مضمونة وتختلف من إنسان إلى إنسان ثاني، ممكن إنسان يتحمل ممكن إنسان ما يتحمل. أنا دائما أفضل يعني يكون اللي بينزل وزنه يكون بشيء بشكل طبيعي. يفضل الأكل الصحي، الأشياء الطبيعية دائما أحسن، ما في خضروات عادي، يبدون شوي شوي وتتحول لحد ما يصير شيء طبيعي يعني أحسن. لا طبعا يفضل إن الواحد يمشي على نظام غذائي، لأنه ممكن الواحد يوصل للهدف المطلوب نفس اللي هيوصل بعد التكميم، يقدر يوصله مع نظام غذائي كويس يعني بدون آثار جانبية. البدانة وضع صحي تعاني منه مختلف دول العالم الذي تفاقم مع أزمة كوفيد 19، وتبقى التمارين اليومية بنظر الجميع الحل الأفضل للحفاظ على وزن مثالي وصحة جيدة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت. مشاهدينا، مثل ما تابعنا في التقرير معاكم، مشكلة السمنة وزيادة في الوزن أكيد تفاقمت وكانت واضحة خلال جائحة كوفيد 19، نظرا طبعا لعدة أسباب راح نسلط عليها الضوء أكثر مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد العجمي، استشاري الجراحة العامة. صباحك الخير دكتور. صباحك النور. سعداء بلقائك معنا في برنامج العامة الصباح. وأنا أسعد بلقائي معاكم إن شاء الله. دكتور، يعني شفنا مع بعض هذا التقرير، الكورونا سبب رئيسي صارت في زيادة الوزن. هني أكثر من سبب. طبعا كورونا في قلق، في محاتاة، ففي ناس معروفين في الطب النفسي لما يصير قلق أو مكتئب الأكل. يحط حرته بالأكل أو يحط حرته بالنوم. هذا عامل. العامل الآخر أنه ما فيه طلعة من البيت، في قاعدة، فصاروا أكثر، حتى الشباب صاروا أكثر أحسن طباخين، كانوا يتعلموا الطبخ وأكل بس. قلت الحركة. وقلت الحركة. يعني هي السمنة شنو؟ السمنة إيش كثر تأكل، إيش كثر تتحرك تمارس رياضة. في ناس يأكلون كميات كبيرة بس يمارس رياضة. فمسمين. يعني عندي في العيادة في مرضى، مريضة مثلا تبكي. تقول والله يا دكتور أنا ما أكل وقاعد أزيد وزن. أختي تأكل كل الويل وضعيفة. لأنها هي سمينة. فقلت حركة من ألم الظهر، ألم الركب، فأي شيء تاخذه يصير زيادة الوزن. طيب. بينما الثانية تتحرك تحرك. إنزين، الحين نتكلم عن الظاهرة اللي مرينا فيها، طبعا هذا أيام نتمنى أن لا تعود مع انخفاض أعداد الإصابات، لكن في هذه الظروف، في حال أننا نؤمر بالمكوث في المنازل لسلامتنا وسلامة الجميع، شلون ممكن احنا نتعاطى مع مثل هذه الظروف؟ ان عشان لا يزيد الوزن بنفس الوقت ما في حركة، ومثل ما تفضلت اذا من القلق يعني حركنا بالاكل. هي في اكثر من عامل تقدر تسوينه. اولا تقليل
نسبة الأكل وخل الوجبات متكررة، مو وجبة أو وجبتين وحط حاجة توزع، يكلها خمس وجبات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا الله منعم علينا الحمد لله، ما في بيت ها ما في أدوات رياضية، كل بيت ها بس نشتريها نسوي رياضة أسبوع ها بعدين خليها تعليق ملابس، صحيح ما حد يمارس ها الرياضة، فهي عادة. يعني أنت لو بس سلم البيت مشيت ثلاث مرات أربع مرات يكفي، لا يكفي. لكن إحنا تشوفهم حتى اللي يمشون يضحكون، في ناس يضحكون يقول أنت تمشي صح بس مشي سلحفاة ها، يمشون اثنين يسولفون ولا حرق شيء، تمشي مو مشي يعني يكون إيه؟ ما سوي رياضة حرق وعرق عشان ينزل وزن. طيب دكتور، هذا يجرنا أيضا إلى سؤال مهم، اللي ماكو فايدة أو الكسول ياكل وما في اي نتيجه او ما يستخدم الرياضه، يتجه يقول انا عندي وسيله اسرع عند دكاتره الجراحه اسوي عمليه. العمليات الان انواع كثيره، كلمنا عن النقطه هذه ويعني بترتيبها الاهم ثم الاهم. طبعا هذا السؤال ممتاز. عاده احنا ما ننصح اول شيء بالعمليه الا اول شيء بالرجيم ها، لأن الصلاة مثل ما يقول خير من النوم. ها الشيء الطبيعي أحسن من الشيء المطبيعي، فتنظيم حياة لا في مخاطر ها ولا في خسائر ها، لأنك أنت لما تنظمها ما في سايد افكتس ها. بس الخطأ الرجيم عندنا يسوون رجيم قاسي أسبوعين بعدين يمل يرجع دبلات، لكن لو خذ خمس ست وجبات خلى ثلاث أرباع الأكل بس يأكلها وخلى ربع بس ها، ما حرم نفسه ويصمد لفترة طويلة. لو نقص كل شهر كيلوين 24 كيلو بالسنة ها، ما يحتاج عملية. لكن العمليات ها آخر علاج الكي. إحنا الواحد يكون مستعجل لما يكون في ظل رجيم ويبي يضعف، تلقاه مستعجل إنه يستصغر الكيلوين بالشهر ما يطالعها على المدى البعيد. بسرعة. صحيح. لكن ما في عملية، ما في دواء إلا السايد افكتس. حديث عن الدواء دكتور، في عندنا بوسائل التواصل الاجتماعي يعني هناك منتجات يتم الترويج لها من غير حتى يمكن يعني في هناك مشكلة صارت على هذه المواضيع. طيب يعني ما مدى خطورة هذه المنتجات؟ هذه خطيرة جدا ها، لأن هذه تجي من الصين ومن شرق آسيا ها، ما تعرف شو مكوناتها، فأنت تضعف بس بتريف الكبد ها، بتضخم القلب ها، انت اثارها السلبيه اكبر. انت الحين تسوي العمليات هذه مو كجمال، انت تسويها كعلاج. انا مو دكتور تجميل، انا دكتور علاج لمرض اسمه مرض السمنه، يؤدي الضغط السكري قبل الديسك خشونه تركب العقم ها، تكيس المبايض ها، فانت تعالج مرض 1% جمال ها، مو دكاتره التجميل احنا فلازم اعرفها. كل عمليه كل دواء لها سايد افكتس، فاحنا في العمليات الجراحيه نوازن شنو فوائد العمليه ومخاطرها، شنو مخاطر المرض. لو فرق 5 10% ما تنصحون؟ حرام. اي ها، خلى على طمام مرحوم مثل ما يقول مثلنا. نعم. لكن اذا فرق 90% هنا يجب التدخل. اي هني انصحك، بس مو معناتها ما لها مخاطر. في ناس يفكرون مثل واحد يقول لي يقول دكتور تضمن لي العمليه، قلت انا اضمن العمليه ضبطت نفسي قبل ما اجي لك، انا ما ادري بكره اجي لك ولا ما اجي لك صح. ها ما في ضمان ها؟ لكن اقول لك بالسؤال جواب ثاني، السمنه اللي عندك اخطر 10 مرات من العمليه. طبعا الحين يجرنا السؤال الثاني، شنو انواع العمليات؟ صحيح. طبعا هي حسب كثافه الدهون، التدخلات في مثلا كثافه الدهون احنا نحسبها اللي هو مربع الطول على الوزن يطلع عندي كثافه الدهون. اذا اقل من 30 او اقل احنا نسميهم اوفر ويت ها، فما يحتاج ها تدخل جراحي. واذا المريض قام يضغط علينا ها ننصح مثل البالون ها، في ناس ينصحون بالسكسندا اللي هو اوبر هذه، وهذه مع الرجيم وهذه تضعف 5 10 كيلو ها. اذا فوق ال 35 ها هني نسميهم سمنه
فهني ننصح بالعمليات. العمليات طبعا تعتمد، في ناس يسألون الدكتور شو العمل الأفضل، التكميم ولا تحويل المسار، المصغر ولا تحويل المسار، مو هذه أفضل ولا هذه أفضل، شو المناسب، هذا شنو انت طبيعتك. دكتور بس نعتذر مقاطعة قبل ما نختم لضيق الوقت، يعني سؤال، في ناس تجهل العملية وعملية التكميم وشفناهم وما شاء الله نتائج إيجابية، لكن بعد فترة قليلة شفنا سمنة بشكل كبير، هل يرجع إلى السلوك الخاطئ في 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 تعامل الغذاء؟ هني سببين وباختصار لو سمحت. هني سببين، سبب من العملية نفسها ان والله كانت العملية وسيعة شوي، او المريض توسعت. السبب الثاني والأغلب أن المريض ما يقدر يأكل فيصير مدمن حلويات وكولا، ها؟ وهذه عدو التكميم. فأنت لما يجينا المريض نسأله إيش كثر تأكل عيش وخبز، إذا قال لي والله أنا دكتور مو مثل قبل أكل سندويشتين، هذه المشكلة في العملية، ها؟ وهني نسوي له الصبغة ونعيد التكميم. أو إذا قال لي والله دكتور أنا ما أقدر أكل إلا 3 ملاعق عيش، ها؟ بس اقول له شو تاكل حلويات، يقعد يضحك، اي والله انا قاعد تاكل حلويات، لانه ياكل وجبه وجبتين وشوي، يعني يختلف من كل شخص لاخر. يعني حتى ما اقدر اعيد التكميم لانه هو ما قاعد يساعد نفسه، ما تنفع. نعم، جزيل الشكر لك دكتور محمد العتمي استشاري الجراحه العامه على هذه التوضيحات للساده المشاهدين، ونتمنى فعلا اخذ بنصائحك باذن الله. انا مشكور على المقابله، وان شاء الله يكون نفعنا ووضح الامور ان شاء الله. شكرا لك، حياكم الله. مرحبا.